الذي مضى وهذا الزمن الآتي في هذه الأغنية، ما بين موسيقى كأنها ريح تدور في زقاق وموسيقى أخرى حاضرة بكل الألم. هذا تحليلي الحقيقة للموسيقى اللي سمعتها طبعا. أنا عندي تحليل آخر. تفضل. الأذية أغنية صوفية تحب ولا تكره؟ أولا المقطع هذا ريت الإيقاع اللي إيقاع صوفي، إيقاع صوفي هذاك هو كل حالة العشق والوجد وكل شيء، إلا جانب أنها يعني فهمتني بالكلمات سورتو بلي حمد يعرف يكتب، إلا جانب أنه لحن أنه يعرف يكتب النصوص الشعرية. فإنه ديما ما قلنا في بلي حمد شنو عمل هنقول لك شنو المشكل، ليت احنا مثلا الموسيقى الصوفيه عندنا نتعاملوا معاها خام ما ندخلوش في الروح، اللي حتى صار في تونس تو احنا عندنا 30 سنه من الحضره وكذا قعدنا في الموسيقى الخام في سوريا اي في الشكل مديح ما تخلناش في الروح صح، بالعكس بليك حمدي في التصوف ياخذ روح الجمله الصوفيه ويبني عليها ويبني عليها وهذه غير ما يخرج من 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 أي وهذه هي الميزه. توا راهو شوف اغلبيه الغناء عند بلي حمدي قلنا راهو بلي حمدي من المرجعات الكبيره نتاعو هي المرجعات الصوفيه، لكن الموسيقى الصوفيه تسمعها عند بليغ تو بطعم اخر ولون اخر، ويستحيل اللهم واحد تكون نسير باش يعرف ان هذيك الموسيقى الصوفيه. وهذه هي الميزه معناتها فهمتني، يقدم لك في التصوف الموسيقي برؤيه جديده بروح جديده فهمتني ولا شكرا. فهمك انا تعرفش علاش الاعتزاز الاعتزاز بالتراث نتاعو هذه هذه هذا هذا وين الحكايه الاعتزاز معناها بالانتماء للتراث نتاعو خلاه يبحث كما كنت تحكي انت في خفايا الجمل الموسيقيه والبناءات اللحنيه اللي موجوده. هذا اللي كان يحكي عليه نور الدين هذه حقيقه موجود في موسيقى بليغ حمدي، هذا ما تطرقلوش في تونس ما تطرقنالوش في تونس، ممكن شويه في المغرب فما مبادرات في سوريا كيف تونس في الموسيقى الشاميه بصفه عامه ما قعدت ماده خام تتعاود هي بيد، وهذا هذا هذا مشكله كبيره ياسر هاك يعني شوف راهو هكا كيفاش تضمحل الموسيقات نتاع العالم بالطريقه ذي يعني المرور مر الكرام على الموسيقات يعني اللي تنتمي ليها وما تحسش ب يعني بالاعماق نتاع الموسيقى ذيك اللي تنتمي لك بطبيعه الحال اذا كان انت ما غرتش عليها صحيح فالزمن ما يرحمكش صحيح تنجم تجيك موسيقى اخرى وتاخذ المكانه نتاع الموسيقى نتاعك انت وانت تمشي على روحك وموسيقتك تمشي على روحك صحيح. بليغ حمدي يعني بحث في خفايا الموسيقى الشعبيه نتاعه والصوفيه عنده عزة انتماء غريبة وهذاك اللي خليها يعني ينتج هذا الشيء. والجميل في الحكاية انه الموسيقى الصوفية يعني سبقت مقطع موسيقي فيه نوع من السلوان معناتها فيه نوع من الفرح وكأنه الانسان سيء يعني تخمر من العشق وصل يعني الحالة متاع التصوف وبعد جان حالة من النسيان وسلوان. تشوف الرقصات متاع السيدة زينب وكل الاحتفالات المولدية معاندهم المولديات برشا اي اللي كيف اللحن يا شكري شوف ريت البناء اللحني ديما بلي حمدي بدايه من هو من الف ليله وليله بداها حتى قبل شويه من سيره الحب لكن الفكره وضحت في الحب كله ومش يبقى تقريبا في نفس الستركتور بلي حمدي شنو مش قالك يجيب لك مقطع صوفي اي كل مره ياخذ زي وما يخرجش او ما يخرجش منها صح وساعات يجيب لك تعرضنا المره اللي فاتت مع الموسيقى الجنائزيه فهمتني قاتل المقطع الصوفي والشعبي والجنائزي والموسيقى الاندلسيه وكل ما انتجته الحضاره الاسلاميه تقريبا بقى سي فهمتني وضاحت الخدمه نتاعو بالحمدي ولا تقريبا الاغاني تو مثلا تشوف من ستركتوري كيفاش تشوف بطريقه التلحين والتوزيع فهمتني يجيك في المقطع ذاته مثلا كان يا مكان باش تبدا المقدمة نتاعها باش تبدا المقدمة تن 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 وبعد وبعد تدخل بس اسمع بام 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 فوالا باري را 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 وبعد الآلات اي وبعد يدخل التونسي بالناي فوالا هو الناي التركي السوري مرجع التراث ريفيرونس مرجعين التراث
هذه كنا معناها هذه هو معناها يدور يعني خلينا نقولوا الوصفه نتاعو فيها في الريسيت نتاعو فما مقدار من الموسيقى الصوفيه وكل مره كيفاش يخرجوا اكزاكتومون والصوفيه ما عملش الصوفيه يعني عمل الصوفيه نتاع البحر الابيض المتوسط يعني تناول الصوفيه نتاع قونيا يتناول الصوفيه نتاع مصر يتناول الصوفيه نتاع سوريا المولويه وكل مره كيفاش والهدف شو والهدف والهدف هو ليش الروحاني الأخبار الروحانية تشوف أنا بالنسبة لي أنا شوف سونس ريت أشكون يعبر على الحضارة الإسلامية خد شوف نقول الحضارة الإسلامية مش فيها مش نقوله الأدب فيه الأدب فيه الشعر فيه فيه الفخر والخالية والعشق وكذا فهمتني ولا مش هو المواشحات الأندلسية مغادي فهمتني مش نقوله الصناعة مش نقوله كل شيء معناته الحضارة الإسلامية مكوناتها تقريبا بلي حمدي رفليتي مكونات الحضارة الإسلامية هو بيدو معتها خدم على العكس هذاك فهمتني تو حتى في الصياغة الشعرية مثلا تو تشوف حتى عنده هو وحتى اللي أمرهم باش يكتبوا له ديما فما طابع الأندلس رافيني الشعر برشا وخفيف ورافيني ما فيهوش قسوة ما نحكينا كحاسبك للزمن وقال لي أم كلثوم قد تجي لحالة قلم لحالتي كلمة ذي أنا لك حاجة سي نورجين سامحني إني ويني نسمع في الأغنية هذه رجعت للقواعد العشق الأربعون متاع شمس الدين التبريزي قريتهم توا بريسك الكلها تسكانيتهم لقيت قاعدة واحدة اللي هي قربت لي للي عملوا بليغ حمدي في الأغنية هذه اللي هي كان يا مكان هو نوع من الاستسلام لا يعني الاستسلام أن يكون المرء ضعيفا أو سلبيا ولا يؤدي إلى الإيمان بالقضاء والقدر أو الاستسلام بل على العكس تماما إذ تكمن القوة الحقيقية في الاستسلام والقوة المنبعثة من الداخل فالذي يستسلمون للجهور الإلهي في الحياة ويعيشون بطمأنينة وسلام حتى عندما يتعرض العالم برمته إلى اضطراب تلو الاضطراب معناتها الاضطراب اللي عاشوا كالدشيرير والشجعان اللي عاشهم يعني هي نوع من العشق الإلهي طب هو شوف سندس يحكي كأنه مهزوم أي. كان يا ما كان بكلوجيعة أنا المرة الفت نردي الغميري قال كلمة يعني هي مفتاح بالنسبة لي أنا أعتبرها مفتاح في حياة بليغ حمدي بليغ حمدي الأغاني متاعه وكل سيرة ذاتية متاعه معناها بليغ حمدي ما خرجش من إطار السيرة الذاتية متاعه صحيح يعني هو عايش يعني في عالم الألحان وكالألحان هذيك يخلفها الراجل الاش خليها ما يحبش يسمع ألحانه في الحفلات اللايف نتاعه في الحفلات اللايف نتاع المطربين ما يحبش يسمعها دونك باش تفهم انه الراجل يعني ديما على امل لحن اخر خاطر هو باش تشوشته ويقول لك تو انت ماني عم لحنت لك الغنايه وعطيت لك غنيها ان شاء الله ربي يوفقك خليني انا على امل في لحن اخر دونك وفي نفس الوقت تشوف انا يظهر لي يبدو انه ما لقيتش انا ابلغ من بليغ في تبليغ لغه الموسيقى والمشاعر تبليغ السيره الذاتيه نتاعي صحيح انا مش ما شفتش ابلغ من بليغ في تبليغ السيره الذاتيه نتاعي بلغه الموسيقى طبعا وي معناها ولا شوف شوف سندس القوه نتاع بليغ حمدي في مراحل حياته دو طونز ان طون يتفقد يعمل كلمات وقتها هو أنه احنا تحدثنا في الماضي قلنا انه هو يقترح على الشاعر يجيب له الفكره باش يقول له مثلا مطلع نتاع بيت ولا نحب كي من هكا دي طونز ان طون نورديني يتفقد يعمل لحن هو كلمات كومبليتمون نتاع بليغ حمدي معناها دونك هذيك نقاط يبدو لي انه الاغاني اللي كاتب كلماتهم بليغ حمدي يبدو لي انه كيما عرفتك الماء نهر وترمي فيه حجرات باش تشقوا باش تتعدى منه في حياتي أنا يبدو لي أن أغاني بليغ حمدي اللي كتبهم هو ممر لي باش يربط يعني بقية مراحل حياته وهذه قوة بليغ حمدي صحيح باش نواصلوا في الاستماع إلى أحد الأغاني اللي أديتها ميادة الحناوي لكن قبل هذا نحب نوجه سؤال لأختي لبنى العبيدي دونك استمعنا إلى صوت ميادة ونحب نسأل يندرى ميادة ووردة الأقطاب الزوز هذوما اللي كانوا حول بليغ تتصور أنت مع صوت ميادة ولا صوت وردة خير؟ نحن متفقين اللي هما زوز فنانات كبار و
ما نجموش ان نقارنوا بيناتهم، اما كل واحدة بشنو تتميز. نلقاو عند وردة تكنيك، تقنيات الغناء والنغمات والتكنيك ان جينيرال معناها كل شيء، ونلقاو عند ميادة الاحساس، يمكن هذا اللي يميزهم على نجمشي انا باه. يعطيك الصحه بعد اذنك سنتس، هاتوا موسيقي باش يسال بالطبيعه، موسيقي باش يسال باه. هل يا لبنى حسب رايك انت المرجعيه الثقافيه الاولى نتاع ورده الجزائريه، لانه ورده الجزائريه هي من غرب العالم العربي، وميادة حناوي هي من مشرق العالم العربي، معناها لهنا زعما ما تنجم زوز مدارس هذوما اللي بعاد على بعضهم ينجم يكون عندهم دخل في الحكايه هذه في التكوين الاكاديمي لكل من ورده الجزائريه وميادة الحناوي، عنده تاثير هذا أكيد. اختلاف زوز مدارس اكيد اكيد، معناها المدرسه دونك فما مدرسه شرقيه سوريا حلب وقت اللي نقولوا القدود الحلبيه، والمغرب نقولوا عفوا الجزائر نقولوا الموسيقى معناها الجزائريه القبائليه، رغم انه ورده عاشت يعني طفولتها وصباها نجم نقولوا في في فرنسا، ولكن زاد فما حاجه اخرى نردين انه ورده الجزائريه زاد ما نساوش زاد عندها مرجع الشرق لبناني، انه امها لبنانيه. ليش شوف بالنسبه لي انا شوف انا ما ثريتها ميادة الحناوي ما نحبهاش الحفلات، علاش؟ سمير بن سعيد وميادة الحناوي لا نحبهم لا نحب نتفرج عليهم في حفلات. ما انا كيف بالي حمدي لا علاش؟ ديت المباشر والجمهور اي شكون تنجم؟ تنجم ام كلثوم، تنجم ورده، تحكي كما قالت لبنى تقنيات الغناء. تقنيه الغناء عندهم هم عليهم. اي ورده تنجم تفرع جمهور وتعمل فيه تحب. صحيح. ماذا وسميره وكذا سورتو المطربات هذوما اللي صوتهم رقيق ومتاع احساس. نتاع عود. صحيح. اسمع هذا العود. ماهوشي نتاع جماهير كبيره. انك علاش تو الحفلات تغزل تقرا بهم مش هم. اي. تحب ولا تنكر؟ اي المطرب خاطر عنده فما شدان جمهور. فوالا. ورده تشد الجمهور. اي. ورده كي تجيب لها جمهور تشده. ميادة الحناوي ما تشدوش، سميرة بن سعيد ما تشدوش الجمهور. ولكن كي تجي كي تجي ميادة الحناوي هاي الناس تمشي شوف تعرف الناس تمشي ولا تمشي للذكرى، تعرف نقول لك علاش تمشي على الذكريات. شوف الناس اللي تمشي ميادة الحناوي تمشي على الذكرى لأنه الريبرتوار نتاعها نتاع بليغ. أم كلثوم. هو لا ما تغنيش برشا أم كلثوم. لا لا معناها كيما كانوا يمشيوا قبل أم كلثوم، هذا شنو نقصد؟ تمشي للذكريات. بعد شكون هو اللي كان قبل زوز المطربات كبار يا ورده يا ام كلثوم اللي يشدوا الجمهور بالرسمي معناتها فهمتني، مهما تكون الاغنيه فانه الناس مش تمشي تسمع التقنيات واستعراض العضلات في ترب والصوت وكل شيء، هذو معناتها من ستيل بتاع ميد وكذا ما تمشلكش في حفله كبيره فهمتني ولا صحيح. خاطر هي ما تنجمش تجاري فهمتني الحفله حتى ترى حتى الفرقه في كذا تقاعد هذاك علاش لو مثلا تسمع الحب كله اسمه كان يا ما كان في التسجيل هذه مسجله في اليونان راه هاي هاي تبقى ديما افضل كي تجيبها لك تجيب بالك ميادة الحناوي كان جيبوها تغني قدامنا ما تعجبنيش اي صحيح لا فهمتني ولا صحيح كيما اللي صار عند اليسا نفس الحكايه راهو طورته خاطر التسجيل في الاستوديوات وكذا فهمتني فيه الافضل والانتقاء وكل شيء، نهارتك اللي تحطه قدام الجمهور ما عصرك حتى شيء، اللي المدرسه القديمه حتى منها ام كلثوم وورده تعطي اضافه تحارب تعطيك اضافه للحن وهذا هو الفرق راهو فهمتني هذا هو الفرق. جميل جدا باش نواصلوا نستمعوا لبنى اسمه لبنى شو شنو المقترح عسي الغنية متاع بكري في الكواليس شنو هي لبنى من هنا؟ حبينا وتحبينا حبينا 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 وتحبينا بعد ما قلنا الزاد ذوبنا بالأحزان بعد ما قلنا الزمان ذوبنا بالأحزان بالحب
ابتدينا بالحب ابتدينا والفرحة رجعت لينا والدمع خلاص نسينا والفرحة رجعت لينا والدمع خلاص نسينا يا حلاوة الحب وحبيبي وانا وياه يا حلاوة الحب وحبيبي وانا وياه بنسى العالم ده كله من لهفة بقول الله 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 من لهفة بقول الله 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 من لهفة بقول الله 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 من لهفة بقول الله 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 يا حلاوة لما تقولها ونقولها معاك الله الله يا حلاوة لما نقولها ونقولها معاك الله الله يا حلاوة لما تقولها ونقولها معاك الله 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 يعطيك الصحة يعطيك الصحة برافو لبنى الحقيقة أداء ممتاز الأغنية تحبينا وتحبينا الميدة الحناوي وباش نواصلوا نسمع ميدة الحناوي في صوتها في أغنية فاتت سنة